يعطيكم العافيه اعزائي الطلاب، معكم الاستاذ مجد الدين مدارس جامعه الزرقاء. اليوم بدنا نسال سؤال، كيف نحل سؤال الاستخراج بسهوله في ماده اللغه العربيه. الدرس اللي راح اتحدث عنه اليوم راح يستفيد منه طلاب العاشر الفصل الثاني في وحده المشتقات، لانه راح نتحدث احنا بشكل سريع عن اسم الفاعل، عن اسم المفعول، عن صفه المشبهه، صفه المبالغه، اسم الزمان، اسم المكان. وممكن ايضا يستفيد منه طلاب التوجيهي في مراجعه دروس الفصل الاول، لانه دروس المشتقات ايضا موجوده في عند طلاب الثانويه العامه. طيب الان بدنا عندنا امامنا نص بدنا نتعامل معه. النص هذا اللي بدنا نتعامل معه بدنا نستخرج منه الجمل او الاشياء اللي احنا بيطلبوها منا بالامتحان. الان الطالب الذكي لازم يخترع طريقه ذكيه حتى يستطيع انه يطلع من النصوص الاشياء التي تطلب منه. اما الطالب اللي مش راح يقدر يدبر اموره راح يمسك كل كلمه ويقعد يوزن فيها. هل من المعقول انه اذا اجى اعطاك نص بهذا الطول وحكى لك استخرج لي مثلا اسم فاعل او اسم مفعول او صفه مشبهه او صيغه مبالغه، هل اقعد اوزن كل الكلمات؟ اكيد لا. طيب شو الطريقه اللي انا اقوم بالاستخراج بدون اوفر على حالي الوقت والجهد وبدون غلبه؟ طيب بدنا نبلش باول مطلوب منا بدنا نستخرجه. لنفرض طلب منا نستخرج اسم فاعل، تمام، لفعل بده منا اياه بحالتين، يا اما ثلاثي، تمام، او غير ثلاثي، تمام. وبده منا نستخرج برضه اسم مفعول، لفعل اي ثلاثي او غير ثلاثي، تمام. الان انا عندي اربع مطالب بدي استخرجهم من النص. طيب استاذ، اول شيء بدي اعلمك اياه الان، عندنا الاربع مطالب. اولا لازم تتعلم يا استاذ انك قبل ما تستخرج اي شيء في عندك شيء اسمه زوائد، عندك شيء اسمه زوائد. الزوائد لازم تنشال قبل الاستخراج. طيب استاذ، شو هي الزوائد اللي لازم انت تشيلها؟ طلع شو عندك مثلا زوائد. للتعريف تعتبر زياده، الواو والنون تعتبر زياده في جمع المذكر السالم، الالف والنون في المثنى، الالف والتاء في جمع المؤنث السالم، في عندك الياء والنون ايضا في المثنى وجمع المذكر السالم، عندك بعد حروف الجر زي الكاف والباء اللي بتصلوا بالكلمه، عندك ايضا مثلا الضمائر، يعني باختصار اي كلمه اي شيء ممكن يزيد عدد حروف الكلمه. مثال كيف يعني؟ لو حكى لك المعلمين على سبيل المثال، هاي الكلمه فيها نوعين من الزوائد. اول شيء عندك للتعريف الموجودة هون بتشيلها، وعندك الياء والنون هاي زيادة برضو بدك تشيلها، هي في الأصل كلمة إيش؟ معلم. إذا أنا بكون هيك جردت الكلمة من الزوائد. الآن بعد ما جردت الكلمة من الزوائد خلينا نشوف كيف بدنا نحل. طلب منا اسم فاعل بفعل ثلاثي، بقول لك عزيزي الطالب مش راح أقعد أنا أدور على كل النص على اسم فاعل، لازم يكون في عندي طريقة أختصر على حالي كيف أنا بدي أبحث عنها. فبقول لك حتى تطلع اسم فاعل من فعل ثلاثي ابحث عن كلمة ثانيها ألف بعدها كسرة. بدك تدور على كلمة ثاني حرف فيها ألف بعدها كسرة. تعال نشوف نطبق. الآن كلمة طالبي هي مكونة من كلمة طالب، الياء الموجودة هاي هون هاي زيادة، تمام. الآن كلمة طالبي طلع ثاني حرف ألف بعدها كسرة، طالب. طيب كلمة طالب إذا بتتذكر إنه اسم الفاعل الفعل الثلاثي بيجي على وزن فاعل، وكلمة طالب اسم فاعل أنا جاءت على وزن فاعل.
فاعل. كيف بدك تكتب لي اياها بالامتحان؟ تكتبها زي ما موجوده بالنص مع زوائدها، تقول له طالبي، تقول له طالب. طيب هذا المطلوب الاول. المطلوب الثاني بده مني اسم فاعل لفعل غير ثلاثي. حتى تطلع اسم فاعل لفعل غير ثلاثي بحكي لك ابحث، ابحث عن كلمة أولها، أولها ميم مضمومة وما قبل الآخر مكسور، ما قبل الآخر مكسور. طيب اطلع عليه، تمشي كلمة طالبي أولها مش ميم مضمومة، العزيز شيل قل التعريف، هل أول ميم؟ لا. طيب كمل، أتمنى ما إلا دخل فيها. ضلك ماشي 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 ماشي، طلع على كلمة مقبل مثلا، كلمة مقبل أوليتها ميم مضمومة. الآن لا تنسى يا أستاذ إنك أنت لازم تشيل الزوائد. الزائد الموجود عندي هون اللي هي هاي الألف، هاي الألف طالع عشان تنوين الفتح، هاي زائدة تمام، وإنما هي في الأصل، في الأصل هاي الكلمة كلمة مقبل، كلمة ميم مضمومة وما قبل الآخر. أنو الحرف اللي ما قبل الآخر؟ اللي هو الباء، ما قبل الآخر من الباء مكسور. إذا ابحث عن كلمة أولها ميم مضمومة وما قبل الآخر مكسور. مهم جدا إنك تشيل الزوائد. ليش؟ لأن الزوائد بتخرب عليك موقع الحركات، أو موقع الحركات نعم. هل الحركة أنو الحرف قبل الأخير؟ انت لو ما شلت الزوائد كانت حكيت لي اللام، هيطلع الحرف غلط. لذلك انت لازم تشيل الزوائد، تطلع القبل الاخير باء عليه كسره معناته الحرف صح. بكتب له اياها هون، هاي كلمه مقبلا، كلمه مقبلا. طيب لو طلب منك اسم مفعول لفعل ثلاثي، بقول لك اسم مفعول لفعل ثلاثي، ابحث عن كلمة أولها ميم مفتوحة، ميم مالها مفتوحة، وما قبل الآخر واو أو ياء. تمام؟ بدك تدور على كلمة أولها ميم مفتوحة وما قبل الآخر واو أو ياء. بشكل سريع بتطلع وين في كلمة أولها ميم مفتوحة. مثلا عندك توصلنا عند كلمة مقبلا على كلا المعلومة، تطلع عندك قل التعريف زيادة، وعندك تاء التأنيث أيضا أعتبرها أيضا زيادة، هي كلمة معلوم. طلع الميم اللي فيها ما، ما معلوم تلفظها، الميم مفتوحة وما قبل الآخر إيش ماله؟ مضموم. هيك أنا بطلع اسم المفعول بطريقة سريعة وأكون متأكد إنه حلي صح أو لا. لذلك بكتب له إيش؟ المعلومة. طيب وعندك من غير الثلاثي نكمل، بدنا نبحث غير الثلاثي. بحكي لك ابحث عن كلمة أولها ميم مضمومة. فالاختلاف بين اسم الفاعل واسم المفعول إنه هون ما قبل الآخر مكسور، وهون ما قبل الآخر وما قبل الآخر مفتوح، وما قبل الآخر مفتوح. طيب نطلع وين عندي اسم مفعول لفعل غير ثلاثي، هي ميم مضمومة، بشيل الزيادة، ما قبل الآخر وجدت عندي مفتوح مغفل، لذلك هاي بسميها اسم مفعول لفعل غير ثلاثي، مغفل مغفلة. طيب حتى تحفظ، حتى تحفظ وما تخربط بين اسم الفاعل والمفعول، أنو المكسور وأنو المفتوح، بحكي لك اتذكر إنه مفتاح الحفظ تاع اسم الفاعل اللي هو صديقنا المغني ماجد المهندس. المهندس كيف يعني ماجد المهندس؟ إنه الثلاثي بيجي على وزن فاعل أيو ماجد، وإنه غير الثلاثي بيكون أوليته ميم مضمومة عند إزالة الزوائد وما قبل الآخر مكسور. بينما اسم المفعول المفتاح تاعه بنحكي إحنا محمود مؤدب، محمود ماله مؤدب، انه على وزن مفعول، هي الميم المفتوحه وما قبل الاخر واو، وكلمه مؤدب مضموم الاول وما قبل الاخر مفتوح. الان بدنا ننتقل ل مطلوب ثاني من المطالب الموجوده عندنا بالماده، بدنا نبحث
مثلا بدنا نشيل كلمة اسم فاعل، ندور على مطلوب آخر. لو طلب منا نستخرج صفة مشبهة، مشبهة، أو طلب منا استخرج صيغة مبالغة، صفة مشبهة أو صيغة مبالغة. شوف أستاذ، أنا عارف إنه الدرس هذا زنخ شوي، خاصة الخربطة لأنه كله أوزان. إن شاء الله بالديسكريبشن تحت راح اكتب لك مفتاح الحفظ اللي يريحك في حفظ اوزان الصفه المشبهه او حفظ اوزان صيغه المبالغه، راح تلاقيه تحت ان شاء الله في الوصف. طيب كيف بدي استخرج انا الصفه المشبهه وصيغه المبالغه؟ استاذ نفس طريقه الاستخراج، ولكن يعني شو بدك تعمل؟ بتقول اول شيء ضع قبل كل كلمه كلمه صفته أو صفته أو إيش صفتها. بدي أصير أحطها قبل كل كلمة. الآن بعد هيك، هذا ما بكفي، بعد هيك بعدها بقول لك بعدها تأكد من مفتاح الحفظ اللي إن شاء الله راح تلاقيه أسفل الفيديو. تعال طيب، صفته مثلا بقول طالب. نعم صفته طالب، لكن الوزن فاعل مش موجود لا من أوزان الصفة المشبهة ولا من أوزان صيغة المبالغة. بكمل العزيز، كلمة العزيز على وزن فعيل، على وزن فعيل صفته، بقول صفته عزيز على وزن فعيل. وزن فعيل موجود في أوزان الصفة المشبهة وموجود في أوزان صيغة المبالغة. طيب أنا بدي أحدد هي صفة مشبهة ولا صيغة مبالغة. الفرق بين الصفة المشبهة وصيغة المبالغة إن الصفة المشبهة مأخوذة من فعل لازم، يعني الفعل المأخوذة منه فعل وفاعل فقط، أما صيغة المبالغة من فعل متعدي يعني فعل فاعل مفعول به. الآن كلمة عزيز مأخوذة من الفعل عزة، مأخوذة من الفعل عزة. لو بدك تحطها بجملة تقول عزة الأبو ابنه، مفعول به، معناته هاي ايش مالها؟ صفة صيغة مبالغة، صيغة مبالغة. بكتب له اياها العزيز، بكتب له اياها ايش؟ العزيز. طيب الان نكمل. طلب مني مثلا ايش في عندنا موجود؟ ممكن احنا نسأل اسم، طلب مني اسم زمان او مكان، طلب مني اسم زمان او مكان. تمام، بقول لك ابحث عن كلمة أولها ميم مفتوحة وما قبل الآخر مفتوح أو مكسور، يعني راح يكون على وزن إيش أستاذ؟ مفعل أو مفعل. طيب نكمل. طب أستاذ ممكن إن أنا أخربط، أحكي لك معلومة يا أستاذ، معلومة ما قبل الآخر ساكنة، ما تقدر تبين، يعني ما تقدر تحكي عنها اسم زمان ومكان، لأنه أنا قايل لك مفتوح الأول وما قبل الآخر بعد إجابة الزوائد لازم يجي فتحة وكسرة. كلمة معلومة أصلا ما قبل الآخر ساكنة، وكلمة معلومة على وزن مفعول، كلمة مفعل أو مفعل على اسم زمان أو مكان على وزن مفعل أو مفعل. طيب وظلني ماشي، بدي ادور الان على ميم مفتوحة ولا تكن تسعى المعلومة. طيب المعلومة هي نفس المعلومة اللي هو نفس الشيء، نفس الكلمة، اليك ولا تسعى اليها مصدر المعلومة معلمك. طلع كلمة ايش؟ مصدر، كلمة مصدر، ميم مفتوحة وما قبل الاخر ايش مالها؟ فتحة، وجاءت على وزن مفعل، وقصده يحكي لك انه هو مكان المعلومة اللي هو معلمك، وهو ناقوس العلوم الذي يبدد سكون الجهل، المصدر
يكون اسم مكان مصدر، واخر شيء لو طلب من عندك عزيز الطالب اسم آلة، حط كلمة استخدمت قبل كل كلمة، راح تطلع عندك استخدمت ناقوسا، يكون عندك كلمة ناقوس هي اسم الآلة الموجودة. طيب عزيزي الطالب، هيك احنا بنكون احنا راجعنا اغلب المشتقات وكل المشتقات الموجودة بالصف العاشر واغلب المشتقات الموجودة لطلاب التوجيهي، وحكينا عن اسم الفاعل واسم المفعول لطلاب الاول ثانوي مهارات الاتصال. على امل اللقاء بكم ان شاء الله في حصه جديده. كان معكم الاستاذ مجد الدين من مدارس جامعه الزرقاء. الى اللقاء.